السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة رقم 16 في تسلسل محاضرات الكهربية الساكنة، والمحاضرة هاي طبعا تتعلق في كاباسيتور with dielectric، أي عندما يكون بين لوحي المكثف مادة عازلة. فعادة احنا بنعرف انه المكثف من اول ما درسناه الهواء هو كمادة عازلة كان الفراغ بينه، وتعاملنا مع سعته على اساس انها بتساوي ابسلون نوت في اي على دي، وابسلون نوت هي الثابت النفاذية في الفراغ. عند وضع مادة عازلة داي الكتريك ما بين اللوحين، سواء كان المكثف لوحين متوازيين او كروي او اسطواني، نفس الفكرة، هذه المادة العازلة سوف تحدث تغييرات في السعة، وبالتالي في فرق الجهد وفي فرق الشحنة وفي الطاقة. بدنا نعرف في حالة وجود الداي الكتريك هل بيزداد فرق الجهد؟ هل يزداد تزداد الشحنة؟ هل تزداد الطاقة؟ ماذا يحدث ولماذا؟ هذا طبعا هو الموضوع الأخير في وحدة الكاباسيتور اند داي الكتريك. وبهيك بنكون خلصنا كل ما يتعلق بخواص المكثفات وتطبيقاتها. الان داي الكتريك از ان نون كوندكتنج ماتيريال. بدناش نخربط ما بين داي الكتريك والكتريك دايبول. الكتريك دايبول الشيء الثاني اللي هو ثنائي القطب الكهربي، اما الداي الكتريك هي مواد عازله كهربيا اللي هي نون كوندكتنج ماتيريال، مثل الربر اللي هو المطاط، الجلاس زجاج، والورق البيبر. Experimentally it was found، هذا من التجربة، بعد إجراء التجربة، the capacitance of the capacitor increased with dielectric material inserted in the place between the blades. أي عند وضع مادة عازلة، ورق أو مطاط أو بلاستيك ما بين لوحي المكثف، فوجد أن السعة الكهربية تزداد. The ratio of the capacitance with dielectric to without is called dielectric constant، وبنعطيها رمز K، والذي له النسبة أو القيمة C على C نوت. ولأن C وحدتها الفراغ وC نوت وحدتها الفراغ، فK ليس لها وحدة، إنما هي نسبة ما بين السعة للمكثف بوجود مادة عازلة على سعة المكثف في حالة الفراغ اللي هو الهواء. وحيث أن دائما وأبدا وجد أن C أكبر من C نوت، فبنتوقع من هنا أنه K هو أكبر، هو قيمة إيش؟ أكبر من الواحد. وبنلاحظ لو عملنا التجربة هذه في المختبر، لوحين متوازيين عليهما فرق جهد في نوت، عند ادخال مادة عازلة ما بين لوحي المكثف، لاحظوا انه انا ما استخدمش بطارية، لا يوجد مصدر طاقة، يعني انا شحنت المكثف وفصلت البطارية وشبكت لوحي المكثف على فولت ميتر الكتروميتر حتى يقيس لي فرق الجهد، فكانت القراءة في نوت. عند ادخال داي الكتريك ماتيريال في داخل ما بين اللوحين، انخفض فرق الجهد الى القيمه في. طبعا هذا الانخفاض في القيمه في يجعل السعه تزداد عن سعه المكثف بدون ماده عازله. مزيدا من التحقيقات التجريبية، لو قمت بتثبيت قيمة فرق الجهد عن طريق توصيل مكثفين لهما نفس السعة، بمعنى آخر لهم نفس مساحة السطح ونفس المسافة دي، ولكن
يختلفوا عن بعض انه واحد الفراغ في داخل لوحي مكثف والثاني يحتوي على ماده عازله. ولكون ان انا حطيتهم مع بطاريه على التوازي ففرق الجهد هنا يساوي فرق الجهد هنا. اي فرق الجهد ثابت. ماذا وجد؟ It was found that the charge on the capacitor with dielectric is larger than the one with air-filled capacitor اللي هو مملوء بالهواء. Therefore نستنتج من ذلك انه C with dielectric اكبر من C not since the potential is the same for both capacitor. ومن هنا كانت قيمة الكاباسيتانس في وجود الداي الكتريك بتساوي الداي الكتريك كونستانت في سي نوت، والداي الكتريك كونستانت هي بتتغير مع تغير نوع المادة. الربر له قيمة، الورق له قيمة، البلاستيك له قيمة، الخشب له قيمة، الزجاج له قيمة، وبالتالي ممكن أغير أنا سعة الكاباسيتور من خلال إدخال مادة عازلة بين لوحين. عند ثبات فرق الجهد على المكثفين فإن الشحنة المخزنة في المكثف ذو المادة العازلة أكبر من الشحنة على المكثف الهوائي، أي أن السعة الكهربية تزداد بوجود مادة عازلة بين لوحي المكثف. ولو لاحظنا هذا الكلام Q إيش بتساوي؟ بتساوي C في V، صح ولا لا؟ وحيث أن Q نوت بتساوي C نوت في V ما بين اللوحين. وفي الحالة الثانية Q لما كانت في مادة دايلكتريك بتساوي CD في نفس القيمة V لأنه فرق الجهد لم يتغير. ماذا حدث هنا؟ ازدادت قيمة ايش؟ CD صارت أكبر من قيمة C0، ولكون فرق الجهد ثابت معناته الشحنة QD أكبر من الشحنة QD. إذا بوجود مادة عازلة نستنتج من ذلك أن الشحنة تزداد عند ثبوت فرق الجهد. ناخذ تجربة أخرى وهي التجربة رقم 2. لو قمنا في المختبر بشحن مكثف C0 بفرق جهد V0 من خلال توصيله ببطارية ومن ثم فصل البطارية، ماذا نحصل؟ نحصل على عدد معين من الشحنات وضعت على مين؟ على لوحي المكثف. الآن لو قست فرق الجهد، لو قست فرق الجهد كان قيمة فرق الجهد V نوت. رحت أدخلت مادة عازلة ما بين لوحي المكثف، وأنا بأدخل المادة العازلة بدأ الجهد إيش؟ ينخفض. لاحظوا هنا إنه عدد الشحنات ثابت في حالة المكثف في الهواء وفي حالة المكثف في حالة المادة العازلة. عدد الشحنات هنا لم يتغير، لا يوجد مكان تتسرب منه الشحنة أو تأتي شحنة من الخارج. شحنت ووقفت عملية الشحن. إذا نستنتج من ذلك إنه فرق الجهد VD بتساوي V نوت على K، أي أن فرق الجهد ينخفض بنسبة V نوت على الدايلكتريك كونستانت عند ثبات الشحنة الكهربية على مكثفين متشابهين أحدهما يحتوي على مادة عازلة والآخر بدون. وجد أن فرق الجهد الكهربي بين لوحي المكثف الذي يحتوي المادة العازلة أقل من فرق الجهد بدون المادة العازلة. إذا هذول الملاحظتين بدكم تدققوا لهم ثاني وعشان تتأكدوا أكثر. V إيش بتساوي؟ بتساوي Q على C، وكانت هذه V نوت، كانت هذه Q وهذه C نوت. لماذا كتبت Q؟ لأن Q بتتغيرش. الآن بعد وضع المادة العازلة VD إيش بتساوي؟ بتساوي Q على CD. لاحظوا هنا Q constant وCD إيش بتساوي؟ بتساوي K في C نوت وK في C نوت. لاحظوا هنا لأنه CD في المقام قد زادت فانخفضت مين؟ قيمة VD. شايفين هذا الكلام؟ بمعنى آخر لو أنا إجيت لهذه المعادلة VD بتساوي Q على CD، معناته VD إيش بتساوي؟ بتساوي Q وCD هذا إيش؟ K في إيش؟ في C نوت، صح ولا لا؟ طيب
معناته Q على C نوت أليست V؟ بتساوي V نوت على إيش؟ على K. إذا V دي تقل عن V نوت. هذه التجربتين العمليتين بتوضح لي تأثير المادة العازلة على المكثف الهوائي. ماذا يحدث؟ ما هو التفسير الفيزيائي لما يحدث هنا؟ بنلاقي انه التفسير هو كالتالي: ما بين لوحي المكثف عند شحن المكثف بكثافة شحن مقدارها إبسيلون سيجما، والسطح الثاني بمقدار سيجما ماينس، ينشأ مجال كهربي من الموجب إلى السالب، صح ولا لا؟ وعند إدخال مادة عازلة في داخل المجال الكهربي سوف تستحث الشحنات السالبة على لوح المكثف الأيمن شحنات موجبة من الداي إلكتريك ماتيريال، ويحدث ما يسمى استقطاب أو بولاريزيشن، بحيث أنه جزيئات المادة العازلة تتوجه في اتجاه المجال الكهربي وتترتب، بحيث أنه ثنائيات القطب في داخل المادة العازلة موجب وسالب موجب وسالب موجب وسالب في اتجاه المجال الكهربي الناشئ في داخل المادة العازلة، مما يعني تكون مجال كهربي داخلي في مادة العازلة من القطب الموجب إلى القطب السالب يضاد المجال المنشأ بوسط المكثف. في المحصلة يضعف المجال الكهربي ما بين لوحي المكثف، وكون المجال الكهربي نزل فمعناته فرق الجهد، لأنه E بتساوي V، فمعناته إنه الجهد طالما هذا انخفض معناته الجهد أيضا سينخفض. لذلك التفسير الفيزيائي لماذا انخفض الجهد مع وجود مجال كهربي ولماذا زادت السعة، التفسير موجود هنا، إنه عند وجود مكثف مشحون يملأه وسط الهواء يكون هنالك مجال كهربي قوي اللي هو باللون الأحمر، المادة العازلة يحدث لجزيئاتها استقطاب، تتوجه ثنائيات القطب وتترتب في اتجاه إيش؟ المجال الكهربي، وفي النهاية يحدث عندي الترتيب الموضح في الشكل هذا، مما ينشأ مجال كهربي من الموجب إلى السالب في داخل مادة العازلة يعاكس إيش؟ المجال على لوحي المكثف. وفيش أي اعتراض على اختراق المجال الكهربي للمادة العازلة. احنا قلنا إنه المجال الكهربي في داخل المادة الموصلة بيساوي صفر، لكن هنا نتكلم على مادة إيش؟ مادة عازلة، والمجال أدى دوره في هذا الكلام. التسلسل باختصار شديد جدا واضح جدا إنه مجرد ما تدخل المادة هي مثلا المكثف مجال قيمته E نوت من القطب الموجب إلى القطب السالب من الشمال إلى اليمين، أدخلت المادة العازلة ينشأ مجالا كهربي باللون الأحمر الخفيف، هي واضح أضعف من المجال الكهربي الأصلي. في المحصلة يكون المجال الكهربي الكلي قد انخفض، لأنه المجال هو عبارة عن إيش؟ اللي رايح على اليمين ناقص الرايح على الشمال. السعة ازدادت لأنه فرق الجهد انخفض، C يساوي Q على B، ففي تناسب عكسي، إذا انخفض فرق الجهد زادت السعة. إذا هذا الشكل بيوضح لي لماذا أعطت التجربة العملية انخفاض في فرق الجهد عند ثبات الشحنة مع إدخال مادة عازلة، واضح؟ طيب معنى ذلك انه اضفنا علاقه جديده اليوم. هذه العلاقه الجديده ايش بتقول؟ بتقول انه السعه في وجود ماده عازله بتساوي كي
الدايلكتريك كونستانت مضروبة في السعة في وجود الهواء. ماذا سوف يحدث هذا من تغيير؟ أبرل بليد كاباسيتور of area A separated separation D is connected to a battery of a charge to charge the capacitor to a potential difference V naught. Calculate the stored energy before and after introducing the dielectric material. الآن احنا بنعرف انه اي مكثف بيختزن كمية من الطاقة بتساوي نص C V تربيع. الآن عند إدخال مادة عازلة هل تزداد الطاقة ولا تنخفض؟ لاحظوا إنه كل من السعة تزداد وفرق الجهد يقل، لكن نقصان فرق الجهد له تأثير تربيعي، بينما زيادة السعة هي سعة زيادة طردية، لذلك تأثير فرق الجهد سوف يكون أكبر. فبنتوقع انه الطاقة مع ادخال مادة عازلة سوف تكون اقل. خلينا نشوف هذا الكلام مع بعض من خلال الحل. The energy stored before introducing dielectric material U naught بتساوي نص epsilon نص C naught في B تربيع naught او V naught تربيع. طبعا كلمة naught هذه تعطي اشارة للاحداث الابتدائية اول ما بديت انا ايش؟ الشغل. الان مع ادخال المادة العازلة ماذا يحدث؟ أن السعة C D بتساوي K في C نوت، وال V D بتساوي V نوت على دايلكتريك كونستانت. لو اجينا للطاقة الداخلية المختزنة ما بين لحي المكثف في حالة الدايلكتريك بتساوي نص السعة في فرق الجهد ما بين لحي المكثف، وحيث أن السعة أصبحت K في C نوت وال V أصبحت V نوت على K، بعوض في الأرقام هنا، فبيظهر عندي مكان السي K في C نوت، وبيظهر عندي مكان ال V نوت، بيظهر مكان ال V بيظهر عندي V نوت تربيع على K تربيع. نختصر ال K مع ال K، يتبقى لدي نص K في C V تربيع، نص C نوت V نوت تربيع هي ال U نوت. وماذا يبقى؟ يبقى ال K، بمعنى انه ال U D الطاقة مع وجود الدايلكتريك كونستانت تساوي يو نوت على كي، وحيث ان كي هو عدد اكبر من الواحد، معناته انه اليو نوت اكبر من اليو دي، او the energy is less by a factor of 1 over k for the capacitor with dielectric material. اذا بدنا نضم لمعلوماتنا الان اضافة جديدة، انه مع وجود دايلكتريك ماتيريال فرق الجهد ينخفض، السعة تزداد، الطاقة المختزنة تقل. واضح؟ مثال آخر بيعطيني برضو معلومة زيادة. أبرل بليد كاباسيتور of area 0.64 سنتيمتر سكوير. When the blades are in vacuum, the capacitance 4.9 microfarad. أوكي؟ Calculate the value of the capacitance if the space between the blades filled with nylon. Nylon اللي هو مادة عازلة، معروف النايلون. K بتساوي تبعته 3.4، لاحظوا انه دائما اكبر من الواحد. الدايلكتريك كونستانت بتساوي 3.4. المطلوب الثاني، what is the maximum potential difference that can be applied to the blades without causing discharge؟ ما هو أعلى فرق جهد يمكن تطبيقه على لوحي المكثف قبل ان يحدث ديسشارج؟ لانه انا ممكن ازيد فرق الجهد، ازيد فرق الجهد، ازيد فرق الجهد، في النهايه احصل على ديسشارج. ايش ديسشارج؟ تنتقل الشحنات من اللوح الموجب الى اللوح السالب في الهواء، يحدث تفريغ كهرباء. هذا طبعا لما تزداد الامور عن حد معين تنفجر، زي البالون بينفجر بعد ما يصل الى حد تمزق البالون توتر السطح تبعه. المهم calculate the capacitance of the capacitor بعد إضافة النايلون، أصبحت CD بتساوي K بتاعت النايلون في مضروبة في السعة اللي أعطاني إياها، معناته السعة زادت بمقدار 3 أضعاف وربع
4.4 أصبحت 16.7 بيكو فرد، والبيكو فرد في 10 قوة ناقص 12. صح. The maximum potential difference ماذا يعني ذلك؟ V max أعلى قيمة للجهد تساوي أعلى قيمة للمجال في المسافة بين اللوحين. لاحظوا هنا أن المسافة ما بين اللوحين ممكن أن تزداد أو تقل حسب إيش؟ المعطيات. لكن هو المسافة دي ما أعطانيش إياها في السؤال، لكن أنا من معلومية مساحة اللوحين، أحد اللوحين، ومن معلومية سعة المكثف بجيب إيش؟ بجيب دي، حيث أن دي بتساوي إبسلون نوت في إيه على إبس على سي نوت، تطلع معايا قيمة دي 1.1×10^-4 مليمتر، يعني 0.1 مليمتر. في ماكسيمم، إذا الدي هذه مضروبة في قيمة الإي ماكس 14×10^6 بتعطيني قيمة فرق الجهد حوالي 1600 فولت. إذا زدت الكاباسيتنس أكثر من 1600 فولت بصير عندي تفريغ كهربي. إذا V max بتساوي E max في D، وفكرة حل السؤال كيف بدي أحسب D من معطيات السؤال وهينا حسبته. نيجي لمثال رقم 3 وهو له طبيعة خاصة وفيه فكرة معينة. A barrel plate capacitor has a capacitance C naught in the absence of electric dielectric material. يعني هو له سعة C naught في غياب absence معناها غياب المادة العازلة. A slab of dielectric material. Slab يعني صفيحة أو شريحة أو رقيقة وضعت ما بين لوحي المكثف، ولكن سمك هذه الشريحة دي على 3. أي أنها ثلث المسافة between the blades. What is the new capacitance of the capacitor؟ ما هي قيمة السعة للكاباسيتور الموجود أمامنا؟ طبعا إحنا بنعرف إنه السعة الآن أصبحت خليط، جزء منها هواء وجزء منها مين؟ مادة فيها دايلكتريك. وبالتالي بقدرش أعتبر إنه كل الدي أصبحت دايلكتريك، ولا إنه كل الدي أصبحت هواء. أصبحت الثلثين هواء والثلث داي إلكتريك. في الحالة هذه بعتبر هدول مكثفين متصلين على التوالي. بحسب سعة المكثف الأول وسعة المكثف الثاني وبجمعهم مع بعض، لأنه هذا له سعة تختلف عن هذا السعة، فقسمتهم ووصلتهم إيش على التوالي. لذلك كانت سعة C1 اللي فيها الداي إلكتريك بتساوي K إبسلون نوت في إيه في دي على 3، وسي 2 ايه بتساوي إبسلون نوت في ايه على 2 دي على 3. نحن قلنا ايش؟ ثلثين دي وهذه ثلث دي. لكن ايش استفادت سي 1 هنا؟ انها اخذت الثابت العزل الكهربي الداي إلكتريك كونستانت، والمحصلة كما نحن نعلم انها بتساوي 1 على سي، بتساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2. ستريت فورورد بعوض في المعادلة. لاحظوا هنا أنا بتكلم على مش سي واحد، واحد على سي واحد، فبالتالي بصير البسط في المقام، والمقام بيطلع فين؟ في البسط. باخذ عامل مشترك بواحد المقامات، وباخذ عامل مشترك بيطلع عندي واحد على سي بيساوي دي على 3 إبسلون نوت في ايه، ويتبقى علي ويتبقى من الحد الأول واحد على كي، وبتبقى من الحد الثاني 2. فبصير عندي 1 على K زائد 2 K الكل على K وعامل مشترك زي ما هو. الآن هذه هي 1 على C، إذا أصبحت C إيش بتساوي؟ بتساوي 3 K اللي هو في المقام، وإبسلون نوت إيه بطلعها برا لهدف، وهدول طبعا بنزلوا في البسط بصيروا بنزلوا في المقام، بصير 2 كي زائد 1 في دي. لاحظوا إنه إبسلون نوت
في ايه على دي، هي سعه المكثف الايش الهوائي، معناته بوجود ماده عازله تملا ثلث الفراغ يظهر عندي 3 كي على 2 كي زائد 1 ابسلون، وهي السعه المكثفه. في عندي سؤال اخر، هذا سول باي يور سيلف، المسافه ما بين اللوحين دي، ولكن حاطط الماده العازله النص الاول، النص الاول في ماده عازله 2.5 كي والثانيه 6.6. طبعا في الحاله هذه بعتبر هذول مكثفين متصلين على توازي، بفصلهم الى مكثفين متصلين على توازي، بجيب سعه المكثف الاول لانه هذول حيكونوا موصلين في قطب موجب، وهذا حيكون سالب لما بفصلهم عن بعض، هذا حيكون موجب وموجب وسالب وسالب. بعد ما بحسب سعه الاول وسعه الثاني ايش بعمل؟ بجمعهم مع بعض بطلع سعه المكثف العام. لقيتها هذا المكثف الاول. طبعا اللي بتحل هذا السؤال صح تحط الاجابه تبعته على الاكاديميه، واول 3 طالبات بحلوه لهم اعمال سنه درجه في من 100. يعني لو واحد جاب 99 من 100 بتصير 100 من هاي الدرجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.